فسابلنا ايضا للرخاء المادي ان احنا نعرف طريق ربنا الصلاح والتقوى. ويقال ان الاستغفار يزيد الرزق كمان. ما هو ده نص الايه. استغفروا ربكم انه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. صحيح. فبرضك الواحد يراجع نفسه. ماذا اخطا؟ الراجل كان بيقول الناس صالحين بيقولوا اني لارى اثر المعصيه في خلق زوجتي وفي خلق دابتي. يعني حتى السياره تركبها تلاقيها عاكس معاك ده من اصل المعصيه ممكن. يا ساتر. فالواحد برضك يحاول يفتش. احنا مش معصومين طبعا. فكلما فتش وجد شيء ممكن اصلاحه يبقى من خير. نحن نصلحه حتى تستقيم امورنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله اكبر. طيب